تجربة منتهى العشق كانت من أصعب التجارب اللي عملتها بحياتي. منتهى العشق أنا كنت منضمة لشركة، وهي الشركة هي اللي وقعت عقد إنه أنا أمثل بين قوسين. أنا مش ضد كنت إني أنا أمثل، ولكن مش كاريري، يعني مش الحتة بتاعتي، خلينا نقول بين قوسين مش الحتة بتاعتي. ولكن لما جربتها، خلينا أقول لك بديش أبالغ، بس أنا يمكن نجحت 50 أو 51%. أنا بالنسبة لإلي 51%. المسلسل برضو ما نجح النجاح العالمي، كان محصور مصريا خلينا نقول. برضو من أهم التجارب اللي أنا عملتها بحياتي إني أنا قدمت يوم من الأيام مسلسل. إذا حتقولي حترجعي، طبعا هذا الحكي له 9 سنين، من 2010 يلي هي كانت أسوأ سنة في حياتي للأسف. 2010 كانت ظروف كتير صعبة بالنسبة لي، ما علينا. المهم قدمت منتهى العشق، وكان عليه لغط، وإنتاجيا كان صعب، ونفسيا بالنسبة لي كان صعب، ولكن قدمت أحسن ما عندي. أنا كنت بقول إنه أنا ما رح أتزوج واحد يخيرني بين الفن، لا ما رح أتزوجه، يعني ما رح يجي يقول لي أنا بحبك وبعشقك وبموت فيكي بس سيب الفن. أنا رح أقول له وأنا بحبك وبموت فيك ابعد عني، نقطة. لأنه أنا ما اشتغلت وما قعدت إلي 16 سنة هلأ بالفن عشان يجي شخص يقول لي ابعدي عن الفن. أي نعم هو اللي فاضل لي بحياتي، وهذا شيء ما بنقدر ننكره، صح؟ وهلأ كمان بقولها، لأنه الفن أنا مش دايم لي. أنا يمكن هلأ شكلي هيك، بعد 5 سنين رح أصير أكبر، بعد 5 سنين رح أصير أكبر. إيش رح يفيدني بالحياة غير الأهل والصحة والزوج الصالح والأطفال؟ طبعاً ما أحلاها زي الفراشة كانت بتطير وهي حبلة وعندها 3-4 أطفال، ماله مش غلط، وزوجها بعيد عن الكارير تبعها. برامج المواهب يعني خلص هي صارت بزنس بالنسبة للتلفزيونات، مع احترامي يعني. أنا بعتقد بوجهة نظري هاي سوبر ستار 2000، سوبر ستار العربي اللي هو نفسه أرب آيدل يلي شاروه الام بي سي، يلي الناس مو عارف انه هو نفس البرنامج للأسف، هو نفسه اللي شارته الام بي سي بعد ما فيوتشر أنتجت منه 3 أو 4 مواسم، توقف 2-3 سنين وأخذته ام بي سي وبلشت تنتج. الأيام هاي أو السنوات هاي اللي بعد ما إحنا طلعنا سوبر ستار 2003، بعديها أنا بشوف إنه صارت البرامج كلياتها تجارية، وجهة نظري صارت تجارية، وصارت محسوبيات على حسب البلد، حسب مين بجيب سبونسر أكتر، حسب مين بجيب فلوس أكتر، حسب مين بيحكي تليفون مع مدير المهرجان أو مدير التلفزيون بقول له بدي فلان يطلع أو بدي فلان تطلع. فبطل الموضوع فيه تصويت، ما نضحك على بعض.